ضرب قوي وبعد
عصب حناية. قال أنا لين تسيح روحة، وهذه هي الطريقة الوحيدة اللي نستخدمها معاه يوم نبغي يعالج حد من المرضى. طبيب ما يداوي الناس إلا إذا ضربوه ضرب شديد وبعصا. إحنا بصراحة هذا الشيء أول مرة نسمع عنه. معلوم تسمع عنه أول مرة؟ لا، وده الدختر يسوي العقايق ويسوي الفنك. زين الله يخليك، خبرينا إيش اسم هذا الدختر؟ اسم الدختر فاهم أبو العلم عبقري. دختر فاهم أبو العلم عبقري، هذا اسمك ذاك ولا رسمك ذاك؟ هذا اسمك. لا، وبعد شوية بعد شوية بتحصلوا جاي من ذي القرنها وشال سمك ومو عاد الريحة. لا يا الله من السوفيتة، يا الله يا الله يا الله من السوفيتة. لا، والميزة الوحيدة اللي فيه إنه دوم يغني ويترقص. إيش يسوي؟ يغني ويترقص. والله إيه هذه ما قالت صياد، وبعدين استوى طبيب والحين خلته مطرب. أها، موهوب الرجال موهوب. لكن هذا صحيح طبيب مثل ما تكون انت ولا مو سالفه يعني؟ هو من حقه تقول انك ذاك لانك ما تعرفه. انت تعرف ذا المرض ولا هذه الايام فايش بيسميوه؟ ها ساعدوني بيسميوه ليدز. هو ليدز. هو الوحيد اللي اكتشف علاجه قبل ان يعتزل الطب. أشوف كأن صاحبنا مستهل. هذا بعطيك مثال، الدختر عندنا قدرات عجيبة للعلاج من ذا المرض وغيره. إنزين أعطيك مثال، كل الأطباء يأسوا من علاج حرمة. إنزين إلين مساكين حياتها عبقال وخلاص ذي ميتة باغي يدفنوها، لكن يوم ظهر الدختر فاهم أبو العلم عبقري جاب وعطاها قطرتين. قول هيك في الحلق؟ لا دخل خشب. ما نشوف الحرمة اللي تقحم كما الحصان في الحجرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيش عندك؟ إيه حسافة يا سعيد، غير شايف مسكين من أسبوع توفى. الله يرحمه، واحنا سيدنا دفناه ما تقدر إذا كان راقد ولا ميت. غلطاني؟ لكن أقول هذا الدختر فاهم أبو العلم عبقري، بعد عنده شيء من هذه القطرات الذهبية؟ بعمل منك شو؟ هنا حرمتي شيء على بعدين قصدي. انت تقصدين